المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب اجتماعا له اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري ومحافظ مأرب سلطان العرادة وبحضور وزير الشباب والرياضة نايف البكري ووكيل وزارة النفط شوقي المخلافي. وفي الاجتماع اطلع نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية على احتياجات المحافظة لتطبيع الأوضاع وإعادة الإعمار، خاصة أن مأرب أصبحت اليوم تمثل الجمهورية اليمنية باحتضانها مئات الآلاف من مختلف المحافظات. وأشاد جباري بجهود محافظ مأرب بالتصدي لميليشيا الانقلاب والحفاظ على الأمن والاستقرار ومؤسسات الدولة في المحافظة، مشيرا إلى أن الانقلابيين يسعون لزعزعة الأمن والاستقرار في هذه المحافظة. محافظة مأرب تقوم بدور كبير واستثنائي، ومحافظ مأرب يقوم بدور كبير. لا نريد يعني نمدح الرجل في وجوده، لكن التاريخ سيسجل التاريخ لا ينسى. لكل فرد ولكل محافظة ولكل أسرة ولكل فصيل ولكل قبيلة سيسجل التاريخ. إلى ذلك شدد وزير الشباب والرياضة على أهمية رعاية الشباب من خلال إنشاء صندوق لرعايتهم ومركز لتأهيلهم. يعني دعم لقرار مشروع إنشاء صندوق يدعم بنسبة أو بتحصيل أو من إيرادات النفط أو الغاز خاصة بدعم الشباب في محافظة مأرب. وكان الاجتماع قد ناقش الاحتياجات التنموية للمحافظة، وطلب المجتمعون الحكومة سرعة الاستجابة والتنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخصيص 30% من إيرادات النفط والغاز للمشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة، كما طالبوا بالاستجابة للاحتياجات التنموية للمحافظة التي ظلت محرومة خلال العقود الماضية.